بما انه هواي ناس سألتني على اسعار السيارات، تعالوا خل اخذكم جولة بمكان في سيارات مستعملة واسعارها تعتبر مناسبة، لا رخيصة كلش ولا غالية كلش. شي خلنا نبلش بهاي الحلوة، اودي ماشية 190,000، اودي اي فور 2011، وسعرها 6,000، فتحة شاشة ما اعرف ايش ترتيبات، حلو السيارة، سعرها $6,000 او غير عادي. اوف والله حلو الجير عادي. هوندا سيفيك محبوبة الجماهير، اكثر سيارة مرغوبة هي والكوريلا هنا بكندا، اغلب الناس اللي يشتغلون اوبر عندهم، يعني اذا شفت عنده هوندا سيفيك على اكثر يشتغل اوبر. ايش قد سعرها؟ سعرها 2100 يا موديل 2008، ماشي اوف شوفوا 321,000. ليش؟ لان مشتغلين بيها هواي. كيا 40 الوارد خليجي يسمونه، شو يسمونه؟ سيراتو يمكن، اي سيراتو. الوارد امريكي يسمونه 40. 2014 كيا 40 6500 سعرها، ماشي 196,000، ماشي بقت سيارتي الاكسنت. السيارات اللي ما عليهن لو مبيوعات لو على اكثر بعدهم ما مسعرين. اذا اشوف هاي السيارات ما عليهن سعر، بعد ما مسعرين لحد هسه. ده سيفيك الشكل القديم 2004 يجي 2006 تصور. اوه هذا التك باب السبورت، هذا يجي 2003 ماشي 220، سعره $2100. شوف هذا التراك، انا اريد التراك بس هذا مأكول، بس هذا يتبدل. شوفوا هذا ينفتح كله، تقدر تركب لك واحد جديد، بس المشكلة وين؟ المشكلة مأكول من هاي الجهة، هاي اذا مأكول من عندها سيارة تولي زبالة ما تسوى. حتى سعرها هسه ما صور سعرها غالي، هاي الشكل 2004 تقريبا. نشوف ايش كاتبين عليها. This vehicle is not for sale or parts. Yeah. هذه مو للبيع ولا parts لان مزرفة من كل مكان. كارفان، هاي سيارة عائلية للناس اللي تدور سيارات عائلية ومرغوبة هنا كندا، هم نفس الشيء. 2015 دوج كارفان، ايش قد ماشية؟ ماشية 131,000 ويريدوها 9,000. يعني بالنسبة لموديلها وممشاها ما ماشي، يعني ماشي 130,000، خوش سعر، بس شكلها تعبان، يعني بيها شخوط وزلوغ وما اعرف ايش، وسخة يعني واسخة. بس شنو الحلو؟ الحلو سيارة كبيرة والله، واسعة يعني تفيد العائلة. شنو هذول يشترون سيارات من الناس؟ السيارات الزينة يخلوها للبيع، والمو زينة شوفوا هناك يكبسوها حديد. هاي كوريلا لو كامري هاي، سوري كامري 2003 ماشية 260,000 $2000. الهوندا مثل الكارافان هم كلش حلوة وهم مرغوبة هنا بشكل. الجلايزر شكلها رهيب طبعا، الجلايزر انا كلش تعجبني هاي 300. اكثر سيارات المرغوبة للناس للشغل هي السيارات اليابانية، الهوندا سوبارو والتيوتا. النيسان الشكل الجديد او الموديلات ال 2012 او 2010 لحد 18 ما مرغوب بسبب مشاكل الجير بي، خاصة السنترا، يمكن هي السنترا والساني هذن عندهم مشاكل فما يرغبون هنا. فورد فيوجن 2011 مشاكل الترانزميشن، مشاكل الجير بي مشكلة، بس هذا على حكيهم ما بي شي. 172 ماشي 4400 سعره، $4400 كندي، يعني بالدولار الامريكي تقريبا 3900 امريكي تقريبا. سيارة احبها فورد اف 150، يعجبني كل شيء، يعجبني هذا التراك صراحة، خاصة الشكل الجديد، بس هذا ما مسعرينه بدون تسعيره، بس حلو صراحة كلش حلو، انا احبه. الداخل كريمي مو للبيع، هذا حرامات. مثل ما قلت لكم التيوتا مرغوب بشكل هنا،
فشوفوا حاليا هاي تويوتا 2007 ماتريكس ب 4500 وماشي 280,000 285. صراحة ما تسوى يعني، شوف مكسرة من وبيها خياسات من هنا، بس على انه اسمها تويوتا فالناس ترغبها يضربون بالاسعار بالعالي، ومع انه ما تسوى صراحة سيارة طرقع. شوف هذا الوحش، هذا الوحش والله مع الاسف مو للبيع. جيب ليبرتي ماشي 96,000، والله ما ماشي حتى مو 100,000، يردونه ب 4500 بس 2003 موديل قديم، بس صراحة يعني ما ماشي، ممشى كلش قليل والله، جديد من جوا. اي والله شوف نظيف كلش، فور ويل، هذا يفيد للطلعات، يفيدني والله، بس سعره غالي، يغنون بالسعر 4400 هواي. بس انا اقول لكم ما شاء الله يعني سيارة لا خياس لا شيء، كل شيء نظيف بيها. هي روندا، هاي هم مرغوبة، مرغوبة للعوائل اكثر شيء. ليش؟ لان تجي 7 راكب، يعني مو هاي 2 هنا و3 وعندك ورا بعد 2، شوفوا هاي كرسيين بعد ورا يجون بالاخير مالكية، مع انه حجمها من برا صغير بس هي تشيل 7 راكب، يعني الكراسي اللي ورا الاثنين الاطفال. بيش رايديها؟ شوف بيش رايديها؟ ب 2100، والله رخيصة. ايش قد ماشية؟ ماشية 185، والله ما ماشية هواي. محركة 2.7 بلاك 4 دور، والله خوش سعر صراحة هاي الكية. هنطيكم شيء من العيوب الشائعة بالنسبة للكيا روندو، هاي عيبها شنو؟ عيبها اغلب الاوقات تسرب زيت، شوفوا فشنو بيها؟ بيها تسريب بالزيت، شوفوا هذا الكيس، هذا يجي من فوق، فهاي مشكلة دائما هي والدوج كارافان مساع وريتكم اياه والدوج جيرني، هذول بيهم مشاكل تسريب زيت. فمن تشتري كيا روندو دائما تشيك المحرك من فوق ومن جوا، لان اغلب الاوقات يجي بيهم تسريب. نيسان هذا الشكل مرغوب 2012، خلينا نشوف ايش قد ماشي. اوف والله ماشي هواي، 3000 ماشي، 3200 يردوها، يعني اكو هواي شايف من عندهم بالشارع هذا، يعني يقولون سيارات عملية بس انا ما اعرف بالضبط والله. شفر بعد 9 راكب وهم سيارة عملية، خلينا نشوف ايش قد سعره، سعره 5000 ماشي 250,000، طبعا الممشى 200-250,000، هذنا طبيعي هنا كندا بلد كبير، فدائما السيارات تمشي هذا شو اسمه عادي، يعني شيء طبيعي. هاي الفورد باتريوت ايش قد سعر فورد شنو العفو جيب، سعرها 4400 ماشي 230,000، والله حلوة لا بأس بيها كشكل. نشوف الدواخل شلون بيها هنا، متآكل الصبغ يراد لحك وصبغ مرة ثانية، بس أهم شي الحديد يكون ما متآكل، لا بأس بيه يعني. هاي الدواخل مالتها، سيارة تحسها أوف رود هواي، بس من داخل حلوة، فتحة ترتيبات. جورني هاي مثل اللي كانت عندي، بس اللي عندي كانت 2012، هاي 2016، خلينا نشوف 2016 ايش قد ماشية وايش قد كم سيت. نفس المحرك 3.6 ماشي، والله ما ماشي هواي، ماشي 150,000، اوه والله حلو 150,000. وبيش رايديها؟ رايديها ب 7000، 7500 يردوها، والله حلو السيارة، بس يعني للأمانة يعني أنا بالسوق أحصل أقل من هيك سعر. هاي نظيفة شوفوا ما بيها شيء، بس مشكلتها وين؟ مشكلتها بالجام الأمامي مكسور، هذا يحتاج تبديل. بالنسبة لسعرها يعني إذا أحد يجنيها مثلا جناي
تفيده، لكن كبياع شراي لا ما تفيده. فولكس واجن سي سي ماشي 218,000 و 2000 دولار سعرها، والله رخيصة، حيل رخيصة. خوش سيارة هاي، طبعا هاي سيارة من السيارات العملية والقوية، وحتى واسعة من داخل. والله معقولة بيها شي يعني؟ لو شنو هاي السيارة رخيصة وحلوة، كشتات جلد، تدفئة تبريد، والله رهيبة السيارة صراحة. ودواخلها والله حلوة، قطعتين تبريد. واو هاي الحركة اللي عجبتني بيها، شوفوا هسه مو الجامة نازلة، هذا الجامة نازلة، من نسد الباب تصعد لبحدها، من تريد تفتحها مو تحط ايدك تسحب اليد تنزل الجامة، شوف تفتح الباب. والله رهيبة، شوفوا هاي عمود ينطيك عزل، شوف نزلت تفتح الباب ترجع تصعد. اقول لكم عندهم التويوتا مقدسه، كل 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 مكان عندهم شيء مقدس. هنا تويوتا مقدسه، باعوا شاملغ 9 مضروبه من هنا، بيها خياسات هنا، صدى ما صدى، وماشي 300,000 ويردوها ب 2300 و 2000 وش قد 2006 موديلها تويوتا كوريلا. شو السالفه هاي؟ وديها للكبس يكبسوها زباله منتهي. شوفوا الجاكور، الله جاكور 2006 اكس اف 220 ماشي، يردوها ب 4500. حي الله الجاكور، يعني الدواخل الجاكور اموت عليها. شوف 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 هاي 2009، هاي 2009 وهيجي. شوف الفخامه، شوف الجير، هذا الجير يطلع لي برا. والله شغل. شوف صديقتنا الاكسنت هاي مثل اللي عندي، بس اللي عندي انظف يعني. هاي اشوفها منها كيلها محكوكة وماشي 240,000 2014 بس موديل 2000 دولار. والله خوش سعر تدرون، اذا ما بيها شي يعني، اذا بس هذا سهلة. والله خوش سعر، خلي اشوف والله شنو بيها ما بيها. قير عادي، دائما القير عادي يجي رخيص. ليش؟ لان ما مرغوب بالسوق. يعني انا احب الجير العادي، الجير العادي ما مرغوب هنا يعني، السوق يحكمك. الله حلو السياره، بس حرامات الاوتوماتيك كان احتمال اخذها. والله كامري 2002 سياره نظيفه ماشي 260,000 ب 2800 دولار. خلاص خذوها قاعده ما دام تويوتا السعر غالي، بس والله يعني سياره نظيفه للامانه، افضل من هذيك. هذيك ب 2500 و 2006 ومنتهي، هذي شكلها خياسات. هاي على الاقل شويه نظيفه بيها. شوفوا اللي عندي 2012 ب 2300 دولار بلاس تاكس، طبعا هاي الاسعار انا اعطيكم اياها بلاس تاكس، يعني زاد الضريبه، الضريبه 13% من السعر. يعني شوف ال 13% من السعر ايش قد يطلع، وضيفه فوق السعر. صراحه حلوه سياره نظيفه، بس بعدين شفت هاي المصيبه اللي هنا. ايه حرامات، ولو سيارة نظيفة والله، بس هاي مشكلة مشكلتها يعني. سيارات رخيصة مثل هاي التويوتا كوريلا 2003 ماشية 300,000 سعرها 1900 يعني 2000، نقول 2000 سعرها. بس شنو؟ يعني شو اقول لكم، ما باقي بيها شيء، جوردة ملعوب بيها خلقة، مقلوبة فوق حدر، مستشهدة 7 مرات. تشوفوا لي الميني كوبر، طبعا ما يعرف ميني كوبر، الميني كوبر اغلب الناس يعني هواي ناس تعرفها، بس المعلومة اللي ما يعرفون قسم بيهم انه ميني كوبر شركة منفصلة، لكن بنفس الوقت تابعة لشركة بي ام دبليو، لكن سياراتهم كتصميم كشكل كمحركات وغير رهيبة. هاي مبيوعة اوريدي، انباعت يعني سيارة جديدة. الله يعمر صاحبها ويرزقه. وهذا طبعا برايم الاس اللي هو السبورت. جماعة هاي كانت اهم التغطية للسيارات، طبعا هذا مو معرض راقي يعني، معرض نقول لا بأس بسيارات الخاص،
لان اذا تروح معرض راقي هاي السيارات احتمال تلقى نفسها بس مغسوله ومبولشه، راح تلقى سعرها بدال ال2000 راح تحصلها ب5000. قلت اشوف معرض اسعاره تكون مناسبه وسياراته معقوله، اكو سيارات تعبانه، اكو سيارات نظيفه، اكو سيارات جديده بس بعدها ما مسعره. طبعا هسه مثلا هاي الكوريلا ما شاء الله شكلها حلو ومرتب، عندك هاي الهونداي هنا شكلها حلو ومرتب، فحسب يعني مثل ما شفت اكو سيارات نظيفه واكو سيارات تعبانه، كل شيء وحسب امكانيتك بالسيارات وحسب الشيء اللي تريد تاخذه واللي يفيدك. اكو ناس تريد تشتري سياره عائليه، اكو ناس تريد تشتري سياره للشغل، اكو ناس تريد تشتري سياره بس توصلها وتجيبها لا اكثر ولا اقل. فمثل ما قلت لكم وهاي التغطيه الشامله لهذا المعرض، راح اعطيكم اسم المعرض، هذا هو اسم المعرض، طبعا بحثوا عنه بالجوجل، اكو له افرع متعدده لكن الفرع الحالي اللي انا بيه باوتاوا. اذا عجبتكم التغطيه لا تنسون تنطون اللايك والاشتراك، علقوا لي، واذا تحبون الفيديوهات سووا اشتراك للقناه، وخلي نشوفكم بيوم جديد ومغامره جديده. دمتم في امان الله، نلتقي.